اخبار عادل الراوي ايه؟ اما تشوفه بساله. لا واشوفه ليه؟ ما كفايه عليه ان انت اللي بتشوفيه. انت بتراقبني يا اكرم؟ يا هو ده اللي فارق معاكي؟ اني براقبك؟ يا ريت يا هاني ما اكون انا اللي براقبك، بدل ما اسمع اخبار مراتي اللي شايله اسمي واسم البيت ده من الناس بره. اخبار ايه واسمي؟ انت تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ وماله؟ اقول لك انا اقصد ايه. امرتك انك انت ما تقابليش الكلب اللي اسمه عادل الراوي ده تاني، ومع ذلك ضربتي بكلامي عرض الحائط ورحتي قابلتيه. عادي عادي، زوجه وما بتسمعش كلام جوزها، عادي. امرتك انك انت تاخدي بالك من ابنك وتحطيه في عينيكي، برضه بتسيبيه لوحده ولا كانه فارق معاكي. طبيعي طبيعي، زوجة فاشلة وأم مهملة وما بتهتمش إلا بنفسها. عن إذنك. أنا ما خلصتش كلامي. لكن ترخصي اسمي. أرخص اسمي؟ ترخصي اسمي وتروحي تقابلي لي البي بتاعك في الريستوران، والناس كلها تشوفكوا قاعدين مع بعض. ده اللي مش عادي يا هانم. طب ما كنت تيجي أنت مكانه. عن إذنك. قلت ما خلصتش كلامي. ما تنساش ان انا مراتك يا اكرم. مراتي؟ مراتك، مش الشغاله اللي عندنا. مراتي. صح. مراتي اللي ما بيعجبهاش كلامي. صحيح، ما كفايه كلام عدوله وطريقته الحلوه اللي بتوزن الدماغ وبتريح. عن اذنك، عشان انت شكلك سكران. انا مش سكران. ولا اقول لك، ايه رايك لما اكلم لك عدوله بيه واساله ايه اللي بيعجبه في مراتي واللي بيعجب مراتي فيه عشان اعمله لك؟ انت وسخ وواطي. انا وسخ؟ انا واطي؟ برضه وسخ وواطي. واخر مره تشوفني انا وابنك. ابي وريني يا بنت الكلب. انت صحيت يا جدع؟ ده انت كنت هتروح مننا امبارح لولا عبد المعطي. إيه؟ انت صحيت؟ ده انا قلت انك هتنام لك بتاع شهر كده. ده انت كنت تعبان قوي يا ولداه، وكنت بتفرفر من البرد امبارح، اكيد جعان. انا بقى كنت شايل كام شقف الوقت عوزه وهجات العوزه. ما تخافش، خد كل، مش هحاسبك عليهم. خد. الحمد لله على سلامتك.